بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أول أشكر أستاذ دكتور طارق عبد الجواد، دكتورة حنان إبراهيم for inviting me. It's always a pleasure and honor، وأرجو يعني ربنا ما يقطع لناش عادة. وبشكر المنصة الكريمة أستاذة الدكتورة سناء يوسف طبعا، أستاذة الدكتورة جليلة، أستاذة الدكتورة عزة، أستاذة الدكتورة سحر، دكتور بهاء. إن شاء الله يعني تبقى محاضرة مش تقيلة قوي بإذن الله. هي الدكتورة حنان قالت لي احنا في كل مؤتمر بنحب to draw attention او to raise awareness for a certain topic. قلت لها احنا دلوقتي ما فيش اكتر من الاوتو اميون انكفلايتس الدكتورة حنان، فانا I present like تقدمة للاوتو اميون انكفلايتس، وحسيب دكتورة سمر ودكتورة أمنية علاء to present cases يعني عشان نثبت المعلومة اكتر. اوتو اميون، لما بقول اميون ميدييتد انكيفالايتس دي يندرج تحتها ثلاث حاجات، يا اما حاجه فيها انيت اميون سيستم ديستربنس، حاجه بنسميها زي الفيبرايل ريليتد ايبيلبسي، او حاجه تي سيل ميدييتد زي الاونكو نيورال، بس اللي هنتكلم عليه النهارده الانتي بودي ميدييتد. انتي بودي ميدييتد اوتو اميون انكيفالايتس النولج بتاعتنا عنه ابتدت في سنه 1938 لما they reported a case of ovarian tumor ولقوا معاها paraneoplastic syndrome in the form of cerebellar symptoms. بعدها في سنه 68 لقوا عيانين عندهم memory loss و neuropsychiatric symptoms، دول عيانين كانوا lung tumor من غير brain metastasis. لما عملوا لهم biopsy بعد كده لقوا عندهم inflammation في limbic area، وبهنا ابتدت فكرة ان في حاجة اسمها autoimmune encephalitis. So it is important to recognize it because though rare, it, treatment leads to a better outcome. مش صح قوي. It's not that rare. The California Encephalitis Project وده study شاف كل الحالات اللي متشخصة encephalitis، لقى أكتر من نصهم كانوا non-infectious. والستادي دي مالتي سنتر ستادي في اليو كي لقت الانميثايل دي اسبارتيت اوتو اميون انكفلايتس، هو اشهر اوتو اميون انكفلايتس في التشيلدرن، از ذا كوز اوف از مور ذان اني سنجل فايرال تو بي ريليت كوز اوف انكفلايتس، يعني اي سنجل فايروس يفوق الان ام دي اي. سو بيحصل ازاي الاوتو اميون انكفلايتس؟ انت بتعمل بريكنج للتولرانس بتاع السي ان اس، سواء عن طريق cells tumor cells breaking التولرانس، او عن طريق زي ما يوجوالي انفكشن تريجر التولرانس بريكنج، فيحصل انتي بوديز فيحصل انكيفالايتس. ومن اشهر اسباب الاوتو اميون انكيفالايتس الهيرب سيمبلكس فيروس انكيفالايتس. البيكتشر دي بتورينا سام اوف ذا انتيجنز اللي بيتعمل لها انتي بوديز، سام اوف ذم ار اون ذا سيل سيرفيس زي النمدة وزي الجابا، جابا كاسبر، some of them inside the cell زي الهيو والما، some of them are highly associated with tumor زي اللي متلونة بالأحمر اللي هو inside the cells، دول highly associated with tumors، sometimes associated with tumors زي الصفرة زي أشهرهم الـ NMDA، و sometimes rarely associated with tumors. الجنرال ابروتش از فيري تشالنجينج، لان البيكتشر بتاع اوتو اميون انكفلايتس بالذات في الاطفال داخل فيها ديفرنشال دايجنوزيس. علي الميكروفون اعمل كده. اوكي ميرسي يا دكتوره صح. الديفرنشال دايجنوزيس كبير جدا، داخل معايا الميتوكوندريال وميتابوليك وانفكشن وتوكسينز وفاسكولار، كبير جدا، فايت از فيري فيري تشالنجينج. نحط معاها كمان ان لو انت عارف تعمل انتي بودي تيستينج اصلا sometimes it takes time to come، والديفينيتيف انتي بودي تيستينج should not prevent you from initiation of the treatment، يعني دايما يبقى عندك high index of suspicion عشان حتى لو ما عرفتش تعمل انتي بودي you should not miss those cases. اشهر حاجه تخليك يجي في دماغك على طول اوتو اميون انكفلايتس اساب اكيوت كلينيكال بيكتشر، يعني حاجه كده بتسوق بالتدريج شويه، لا هي هايبر اكيوت قوي زي الفاسكولار ولا هي فيري سلو قوي زي النيورو ديجنتيف، ات از سلو يعني مودريتلي سلو زي لايك 3 ويكس، ولو ان في الاطفال ساعات بتبقى سريعه ساعات بتبقى انديس. تاني حاجه لازم يبقى معاك حاجه غير كلينيكال تدلك، سواء حاجه في الام ار اي او انفلاماتوري سي اس اف. اشهر كرايتيريا كل شويه تطلع كرايتيريا، وذيس تيكس ان كونسيدريشن ان الانتي بوديز مش دايما لا بتطلع بسرعه ولا متوفره، كل شويه تطلع كرايتيريا. اشهر كرايتيريا جروس كرايتيريا، دي بتقول لك لازم تفكر ولازم تو بوت ات از ا فيري هاي بروبابيليتي لو العيان عنده سب اكيوت يعني اقل من 3 مانث، لان اكتر من كده انت بتفكر في نيور جينيتيف او حاجه كرونيك.
working memory defect, altered mental state, be it lethargy, disturbed consciousness, be personality changes, or psychiatric symptoms. دول clinical. ويكون معاهم at the same time حاجة fixed تمسكها في ايديك تقولك انك في CNS insult. سواء كانت الحاجة دي CNS finding مثلا monoplegia, hemiplegia, paraplegia, اي حاجة, او مثلا eye, اي حاجة. Seizures not explained by otherwise. CSF pleocytosis. Pleocytosis يعني أكتر من 5 cells usually بيبقوا lymphocytes. و MRI features suggesting of encephalitis. أصعب كريتيريا في دول مين؟ أصعب كريتيريا آخر واحدة reasonable exclusion. How can we exclude causes that can يعني that can look like autoimmune encephalitis. دي a laboratory work up للإكسكلوجن. أنا مش هركز فيها كلها لأنها داخلة في حاجات فيها نيورورماتولوجي أنكا ومش عارف إيه ميتابوليك ثايرويد توكسيكولوجي, بس أنا عايزة ألفت نظر حضراتكم لحاجة واحدة. هو لما جاي إكسكلود الإنفكشن ما قالش السي أس أف بانل اللي إحنا بنعملها البون فاير اللي إحنا بنعتبر إن إحنا أنجزنا, هو ما جايبش سيرتها. لأن البون فاير دي اللي إحنا بنعملها وبنقول إحنا عملنا وإكسكلود ومش مصدقين روحنا, this misses nosocomial infection, misses atypical cases, it's just for some specially treatable conditions. عشان كده هم بره بيعملوا viral panel مخصصة للorganisms اللي موجودة عندهم في الcommunity بتاعتهم. فإحنا what we do is the best we can do, but it's not the optimum at all. النيوروانفلاماتوري بقى ستاديز بتاعه الاوتو اميون انكفلايتس دي بتعمل بانل اوف اوتو اميون انتي بوديز هقولها حالا. انورمال بليز ريممبر, رغم ان انا قلت ان السي اس اف ممكن يبقى فيه ليمفوسايتوزس, بات بليز ريممبر ذات انورمال سي اس اف داز نوت اكسكلود. السي اس اف ممكن يكون في اوليجوكلونال بانس بالذات في النمط, عشان كده بليز دو نوت ريممبر دو نوت ميس ات. لما اجي اعمل اوتو انتي بوديز, وهي لحد قريب كانت موجودة عندنا في الدمرداش, دلوقتي في لاجينج فيها للأسف, بس anyway لما أحب أعمل auto antibodies it is recommended to do CSF and serum at the same time, لأن sometimes serum is not enough at all, بالعكس. لكن دول الانتيبوديز أشهرهم الـ NMDA receptor اللي هي النمضة, دي أشهر واحدة في الأطفال, وبعد كده في كتير تانية اللي احنا جبنا صورتهم. الحاجة الوحيدة اللي تز اكسبتبل ان احنا نعمل سيرم بس هو الموك والال جي 1, باقيين لازم تعمل سي اس اف. النيورو ايمجينج اجين 50% اوف ذا كيسز ار نورمال ام ار اي, والبيكتشر دي لو حضرتك تشوفوا هتلاقوا البار الاولاني موست اوف ذا كيسز وير نورمال, فيو اوف ذم هاف هاد افكشن اوف ذا ليمبيك. الليمبيك هو الحتة الصغيرة من ميزير تمبرال لوب اللي جوه دي, ساعات outside the limbic خالص, وساعات in the limbic system و outside. الـ EEG مش confirmatory لأي حاجة, إنما معادة حاجة واحدة بس لقوها في حبة حالات في الـ NMDA اسمها extreme delta brush. لو تاخدوا بالكوا فيه slow waves كده أمواج, وعلى الأمواج دي خرافيش كده, دي بنسميها بند, دي بنسميها الـ B waves, دي الخرافيش دي على الدلتا اللي هي اللي slow دي, دي بيسميها اكستريم دلتا براش, فيري كاركترستيك للان ام دي اي. وانا جايبه الصوره دي من دكتوره ايمان علي, هي اديتها لي زميلتنا استاذ البيدياتريك نيورولوجي. ولو تاخدوا بالكم في سلو ويفز وعليها من فوق خرافيش كده صغيره, هي دي اللي بنسميها اكستريم دلتا براش, اتس فيري كاركترستيك للنمدا انكفلايتس. بليز ريممبر ذات اوتو اميون انكفلايتس كان بي اسوشيتد وذ تيومر, لدرجه ان هي قالوا and you should exclude ovarian tumors or testicular tumor حسب الجندر by MRI, وتعمل MRI chest عشان الثيمومز و others. ولو العيان بتاعك is prepubertal وخف على طول, كفاية مرة واحدة بس screening للتيومر. لو العيان postpubertal you should follow him up annually for 2 years. لو العيان مش بيتحسن keep repeating, لان مش بيتحسن دي لحسن يكون في انتي بودي صغيره طالعه قبل التيومر ما تبان, فkeep repeating the screening او مع اي ريلابس. فموضوع ان احنا البارانيوبلاستيك سيندرومز ده لازم يتاخد بجديه شديده. دي هنا التابل دي بتوري حضراتكم التيومرز الاسوشيتد وذ افري تايبس اوف انتي بوديز, ويوجوالي وي شود كونسلت الانكولوجي
how to follow up, which is the best method of investigation to follow them up. لكن بالنسبة للنمضة هي بتبقى أكتر مع الأوفيريان أو التستيكولر تيومرز. في منز الأوتو إميون إنكفاليتس كل ما بيتعرف الأنتي بوديز كل ما بيعرفوا سيندرومز. فكل واحد من الأنتي بوديز دولة له كلينيكال بيكتشر، بس أشهرهم دايما دايما في الأطفال اللي هو الان ام دي اي. عموما في تو باترنز، اول باترن الرابيد بروجريشن اوفر دايز اور ويكس، ده الان ام دي اي انكفاليتس، والسلو بيهيفيرال تشينجز بتاعه الليمبيك انكفاليتس، ده الفولتج جيت. احنا اغلب الحالات اللي بنشوفها الحقيقه بتبقى زي بتوع الان ام دي اي، بس عشان في كونسيدرابل اوفرلاب دو نوت ديبند على الكلينيكال سنس، ات از ادفايزبل تو دو اول انتي بوديز. I will focus on NAMDA. NAMDA دي هي الانميثايل دي اسبارتات ودي جلوتاميت جيتد ايرن تشالنج. عشان كده لما بيتعمل لها انتي بوديز العيان دي مهمه جدا فور ذا ميموري اند فور ذا سينابتيك ترانسميشنز. فلما اعمل لها انتي بوديز وابوظها واخليها تدخل جوه البيشنت، الميموري والبيهيفيرال يتاثر. اوكي، ات باسس ثرو ستيجز. اول ستيج ان العيان يبقى فيفر وملايس. الستيج اللي بعدها اشهر حاجه بنشوفها سيجر وموفمنت ديس اوردر، ده اشهر حاجه. لما العيان يبقى فول بلون بيكتشر اتليست في 90% منهم هيبقى عنده ثلاثه من دول: ميموري، سيجر، ديسكاينيزيا، تشينج اوف ليفل اوف كونشس، واوتونوميك. اشهر حاجه واللي بتخلينا نوت تو مس ذيس كيسز هي الموفمنت ديس اوردر. بايخه جدا. لو حضرتك شفتوا حاله زي دي ما بيبطلش ينام شويه ويرجع تاني. Very difficult to treat. I mean very difficult to treat بالسيمتوماتيك تريتمنت. يعني these are the patients. ده هو ده المنظر اللي احنا فعلا بنشوفه اغلب الحالات. So remember that ودي نقطه مهمه قوي، ان herpes simplex virus can trigger autoimmune encephalitis. يعني عيانك herpes simplex definitely herpes simplex سواء باللابس او باي او بالبيكتشر، خف وحصل له ريلابس. حصل له ريلابس دي حاجه من اثنين، يا اما ريلابس herpes يا اما ريلابس autoimmune encephalitis. Please keep it in mind وانت بتعمل ال ري ايفالويشن لحسن يكون ريلابسنج herpes انه ممكن يكون autoimmune encephalitis، وده في حالات كتيره فعلا بنشوف كده. اوكي، للاسف في حالات على اعتبار ان انا عندي كل الانتي بوديز افيلبل، في حالات برضو مش معروف لها انتي بوديز في العالم كله، وذيز ار مور ديفيكلت تو تريت، وحطوا لها كرايتيريا فيري ستريكت. قال لك عشان تشخص حاله انها اوتو اميون انكيفالايتس وانت عملت كل الانتي بوديز ومصمم انها اوتو اميون انكيفالايتس، لازم تكون الرابيد اللي هي الاولانيه دي موجوده من المره الاولانيه، بروجريشن في الديستوربد والالترد فانكشنز، لازم تكون يو اكسكلودد اول ويل ديفايند اوتو اميون. يعني عملت لها الحاجات بتاعه الانتي موج وعملت لها كل الاوتو اميون انتي بوديز وطلعت البيكر ستاف. البيكر ستاف ده حاجه زي جوان بري كده بتعمله جي كيو 1 انتي بودي، وطلعت ان هي ايه ده، وعملت كل الانتي بوديز، وكمان عندك تو اذر فايندينجز ام ار اي او سي اس اف او برين بايوبسي، واحده من اثنين من الثلاثه. فيري ستريكت عشان ما يبقاش لك حجه. General approach to treatment. أول حاجة بيقول لك please خلي بالك أنت من حقك to initiate empiric anti-infective drugs، بس استنى كده شوية على الأوتو على الإميون ثيرابي لحد ما تبقى واثق. عشان تبقى واثق you should have excluded infection after appropriate cultures are drawn. يعني أولا when you start empiric anti-infective لازم الاول تكون سحبت الكالتشرز بتاعتك. Basic workup should be completed before the first line immunotherapy is started. يعني لازم تكون ساحب كل عيناتك قبل الفيرست لاين، لان انت لو دخلت باي في اي جي انت جبت بولد بلاد بانتي بوديز من كذا حد ممكن يديك فولس بوزيتيف. لو انت دخلت بعد بلازما فريسز انت رميت شويه من الانتي بوديز فممكن يديك فولس نيجاتيف. فالمفروض ان احنا قبل ما ندخل باي immunotherapy نكون سحبنا كل العينات، ممكن نكون ابتدينا الامبيريك anti-infective. هنا الدياجرام ده
هنمشي وراك كده بسرعه. بيقول لو انت شخصت عيانك اوتو اميون انكيفالايتس، اول حاجه هل ممكن معالجش؟ ممكن ما تعالجش في حالتين، لو انت شخصته متاخر قوي لدرجه ان هو خلاص كان خف ورجع للنورمال، اوكي مش هنعالج. If he's already back to normal, otherwise you should treat. لأن ده ضرب في المخ، ده فاير في المخ. طيب أول line of treatment هي ال intravenous methyl prednisolone. ده أول line of treatment. لو الحالة سيئة ممكن تدي في أول line معاها على طول في نفس الوقت يا IVIG يا plasma pheresis، ممكن مقبولة. بس على شرط لو أنت شايفه عيان سيء قوي وعندك احتمال انه هيدخل على بلازما فريسيس، do not give IVIG first، لان انت you are going to wash it بعد كده بالبلازما فريسيس. go ahead for بلازما فريسيس مع الاستيرويدز. ملكش سماح غير اسبوع واحد، one week only. لو العيان بعد one week ما تحسنش هتزود عليه على طول واحد تاني من lines بتاعت الفيرست line. يعني لو كنت اديته IVIG هتضطر تعمله بلازما فريسيس، لو كنت اديته بلازما فريسيس هتضطر تعمله IVIG، لو كنت اديت استيرويدز بس هتديله واحد من الاثنين. يبقى اول اسبوع يا اما هتدي ستيرويدز بس يا اما هتدي ستيرويدز واحد من الاثنين التانيين اي في اي جي وبلازما فريز. الاسبوع الثاني عيانك ما تحسنش، لو كنت اديت ستيرويدز بس هتدي له واحد من الاثنين التانيين، لو كنت اديت اثنين هتزود عليهم الثالث. اند ذاتس ات. كده عدينا اول اسبوعين لسه العيان ما تحسنش، عدينا اول اسبوعين خلاص لسه العيان ما تحسنش، الصح ان يدخل على السكند لاين اوف تريتمنت على طول، ما ضيعش وقت تاني. ايه السكند لاين اوف تريتمنت؟ هو ريتوكسيماب او السايكلوفوسفامايد. يو كان ستارت بريتوكسيماب ويتش از يوجوالي وات هابنز. لو العيان ما تحسنش خلال شهر الى ثلاثه يو شود اد السايكلوفوسفامايد على طول. لو العيان بعد كل ده ما تحسنش مفيش قدامك حل غير يا اما تدي انذر لاين اللي هو السايكلوفوسفامايد لو ما كنتش رديت ريتوكسيماب، يا اما هتدخل بالاي في توكلازيماب. اهم حاجه ان على الاسبوع الثاني ان عيالنا ما تحسنش do not waste time ب another steroid او another IVIG او another plasma pheresis. ما فيش وقت، you are losing your brain. يا ريتوكسيماب يا سايكلوفوسفامايد. الحاله الوحيده اللي هم قالوا ما تديش دول لو انت ما عندكش availability في الحته اللي انت فيها، يبقى عيد بقى انترافينوس ميثايل بريدنيزولون، ادي كل شهر، ادي IVIG كل شهر وانت وبختك بقى. العيانين دول strangely enough ان احنا بنضطر نمشيهم على maintenance therapy. ساعات لو العيان mild بنمشيه 6 شهور، severe بنمشيه سنة up to 2 years على maintenance therapy. اشهر maintenance therapy يا اما نعمل redosing للريتوكسيماب كل 6 شهور، يا اما ال MMF اللي هو السلسبت مايكوفينوليت موفيتيل. اللاين اوف تريتمنت الاخير لو انت ما عندكش حاجه من دول ان انت تديله شهريا ميثايل بريدنيزولون او شهريا اي في اي جي لحد ما تعدي السنه او السنتين، which is يعني مش المستحب، المستحب ريتوكسيماب. دي الدوزز. الاجيتيشن والديسكاينيزيا لك لهم سيمتوماتيك تريتمنت بيت بنزودايازبين الفا اجونست وات ايفر، بس الحقيقه مفيش حاجه بتنفع غير لما بننط على ريتوكسيماب، هو ده الحاجه الوحيده اللي بتخف فعلا العيانين دول. Remember that if you had a tumor and you did not discover it, tumor removal is required and is essential for rapid improvement. لأن انت بتعين اصل المشكله خالص. 80% will demonstrate near full recovery by 2 years, up to 30-40% in first line therapy, اللي هي IVIG, plasma pheresis والسوليومدرول, did not result in enough effect and they needed rituximab. والحقيقة ده اللي احنا شفناه معظم الحالات عندنا معظمها we had to go for rituximab or cyclophosphamide and clinical relapse in 20%. Please remember that factors associated with poor outcome are younger than 2, older than 65, those who needed ICU unit, those with extreme delta brush على EEG, lack of immunotherapy after 30 days. يعني لو أنا عياني autoimmune وأنا أخرته, this I'm going for a bad prognosis. آخر حاجة for clinical care points, autoimmune encephalitis can be associated with autonomic instability, زي جيامبري بالضبط. Early immunotherapy is associated with improved outcome. Autoimmune encephalitis is a clinical diagnosis for which we need multidisciplinary teams of neurology, psychiatry, immunotherapist, وطبعا ICU. It is a matter of balance. زي ما الدكتورة حنان قالت الصبح
sometimes less is more, sometimes ان انا امسك نفسي احسن, sometimes ان انا مش مفروض امسك نفسي قوي عشان it's all we are losing the brain in the process. Thank you very much. شكرا.